السلام عليكم. السلام. شلونك صديقي؟ شلونك حبيبي؟ شلونك زين؟ الله يحفظك. الطماطه البوتيتا اليوم شلون الاسعار؟ والله الاستاذ اليوم الاسعار كلها تصاعد يعني. نعم. يعني كنا نبيع بصل ب 500، الطماطه ب 500، الباذنجان ب 500. نعم. الخيار ب 500، هسه اليوم الخيار لازم ب 1000. خيار ب 1000، خيار عراقي 700 دينار، لا كله مسوق عراقي. الخيار بيعلو ب 700 دينار. زين المتعارف على البضاعة العراقية أو المنتوج العراقي يكون رخيص يعني. أنا أقول لك ليش؟ نعم. أول شيء قام يضيفون عمولة على المسواق، يعني عمولة 12%. يعني البصل كنا نقصه ب 200 دينار يوصل 325 350، تبيعه ب 500 ب 150 دينار. تفهم شلون؟ نعم. هسه عمولته 12% وقطعة 1000 دينار كل شيس. عمولة 12% تكسر الظهر بها. عندك الطماطة كانت بربع هسه بيعلو ب 350. وانا تفاجأت بسعرها من نجيت هنا قبل ان صورت ب 750. ليش؟ لان عمولته 12% وقطعه 1000 دينار ياخذون، يعني الصندوق الواحد ياخذون عليه 1000 ويحسبوه وزن. هم ياخذون عليه 1000 دينار بس نعم. يعلو يحسبوه وزن. فعموله وقطعه وحماله نعم. هي اللي تسقط المسواق، يعني انت لو تشتريها مثلا الطماطه بربع تبيعها ب 500 بدون عموله وبدون قطعه وبدون حماله بدون كروه تبيعها ب 500 بها يعني بها نفع زين، بس هسه عموله وقطعه وحماله هي اللي تاذي بوقات. زين. ايه اليوم احكي لي على بقيه الاسعار خصوصا المنتوج العراقي، شنو عندك عراقي؟ انا اقول لك هسه عندك كانت الباني اول ما نزلت غاليه. صدق الباني هسه اليوم صعدت، ليش؟ بدت تقل. لان درجه الحراره 50 يعني. درجه الحراره 50 الفلاح يحوي قليل فتصعد بعلوة. زين اول ما نزلت الباني شلون كان سعرها؟ اول ما نزلت ب 15 17 حاليا هسه ب 2000 دينار. ب 2000 دينار. اي يعني هي اليوم انا قصيتها ب 1400 توصل 1750. لا تبيعها ب 2000 تربح ربع. زين. شلون اقبال الناس عليها؟ لانه هي اكله والله اقبال الناس عليها زين، يعني بما انه اكثر العراقيين يعني رغابه لها. اللوبيا اول البارحه نعم ب 1600، اليوم اللوبيا ب 1900 توصل ب 2200. نعم. يعني ب 2200 لازم تبيعها قفله 2.5. زين. شلون تشوف اقبال الناس هسه من صعدت الاسعار؟ راح تبدا ترتفع برايك لو تبقى محافظه على لا ترتفع سعرها. لا ترتفع. نهايه موسم. هسه شوي شوي حيبدي يقل المسواق العراقي يبدي يقوم يطب المستورد. زين المستورد شلون المستورد؟ المستورد اسعاره يعني بديته ب 750 اليوم بعد شهر ونص اكثر من شهر ونص تصعد الفلوس. احنا ما عندنا بوتيتا عراقيه؟ لا موجوده خير من موجودة. هسه هذا اللي عندك عراقيه ولا مستورد؟ بس ليش تبيع هالبوتيتا قلت لي؟ 750 3 ب 2000 3 ب 2000 زين وبعد ما تجي المستورد تصعد؟ تصعد تصعد توصل ل 1000 وربع 1000 ونص 1000. زين احنا نمر بوضع اقتصادي مثل ما تعرف انت وارتفاع الدولار، بدي اشوف حركه التبضع هنا انت بالسوق، حركه التبضع شلونها؟ الناس تتسوق لو تتسوق بقله؟ تتسوق الناس، اكثر شيء متاذي الناس من غذائيه اثر عليها الدولار. والمخضر والفواكه اثر عليها الكراوي، الكروه يعني مثلا عندك الفواكه كلها مستورده، ماكو شيء عراقي قليل، تين نعم. عراقي، عنب عراقي، تمر. زين. هذين عراقيات. نعم. اليوم احنا على ابواب انتخابات، حضرتك راح تشارك بالانتخابات؟ والله يا استاذ ما اشارك. شنو السبب؟ السبب استاذ الناس يعني تعبت ملت ماكو شيء سووه مع احترامي للناس الطيبه نعم ماكو شيء سووه زين حدث لا الكهرباء العالم زين لا المي زين لا تعيينات اكو انت هسه تشوف جو هذا الجسر مال العلاوي نعم نصهم دكاتره ومهندسين بكالوريوس ماجستير دكتوراه كلهم بدون تعيين يعني شخص ياخذ له 22 سنه يدرس تالي ما تالي قاعد جو جسر ورافع له قطعه يريد تعيين ماكو له شنو ليش تنتخب بعد اذا كل شيء ماكو حقوق لك؟ النفط اغنى تبقى اي اغنى بلد بالعالم اغنى بلد بالعالم بالنفط شنو تعيينات ماكو؟ شنو ميزانيه تعبانه؟ شنو يعني رواتب ماكو؟ الناس تعبت الناس ملت يعني جاي تنتخب العالم وتروح وتشارك بالانتخابات بس ماكو فائده نعم. الناس تريد فائده انت هسه من الناس المي تشتري الغاز تشتري الغذائيه تشتريها الشكر، الزيت، التايت، الشاي، الخبز، الصمون، السوالف، كلها مشترات. نعم. زين، أنت هسه حتى المي الشرب إذا تشتري كلها مشترى. تقدر تشتري من بوري؟ لا. كهرباتك بالشهر أقل شيء إذا أربع أمبيرات ساحب بيتك ب 100,000. نعم. على 25 أربع أمبيرات ب 100,000. نعم. هذا كله حساب وكتاب عندك رأس الشهر. زين هذا الموظف بدون راتب هذا منين يجيب؟ زين إذا خريج دكتوراه وقاعد جوا الجسر وبدون تعيين، هاي المصرف مالته منين يطلعه؟ زين. يعني أول وتالي وضع تعبان، زين أنت على ما تنتخب إذا أنت وضعك تعبان؟ يعني مع احترامي للناس الطيبه مع احترامي للناس الطيبه الزينه يعني مو الكل بس يعني انت هسه حتى ما يصير لك واحد تنتخب من يشوف هيك وضع تعبان صحيح ولا لا؟ نعم هذا الحكي اللي نقدر نقوله نعم ونقول الله يوفق الجميع زين طولنا وياك احنا نعتذر وانت على باب الله بس اخر شيء يعني اليوم الحكومه قالت احنا راح نوزع قطع اراضي للمواطنين
وراح نزيد مفردات الحصه التموينيه، تعتبر راح تطبق على ارض الواقع لو دعايه انتخابيه. اوكي وياك انا، ليش ما وزعوا العام؟ ليش ما وزعوا قبل الانتخابات بسعة اشهر؟ ليش اسوي وضع الانتخابات ووزعوا؟ ليش هل؟ العام ليش ما وزعوا؟ زين هاي 91,000 موظف مال وزاره الكهرباء، ليش ما اعطوهم رواتب لحد هسه؟ ليش ويا قدوم الانتخابات قامت تفتح قطع الاراضي وقامت الكهرباء شوي استقرت من طلعت العالم مظاهرات على الكهرباء، ليش ما استقرت الكهرباء من البدايه؟ ليش من صارت مظاهرات اذا استقرت الكهرباء؟ احنا نعرفها نحرفها يا استاذ. الله كريم، الله يحفظك استاذ، نشكرك حبيبي، تاج راس استاذنا العزيز هلبي.